الذات، مراجعة الذات، عايزين نتعلم فن التوبة. شوفوا أول مرة حد يستخدم المعنى ده، فن التوبة. هي مش مسألة ذنوب ومعاصي وبس، هي مسألة إدارة حياة، مراجعة طريقة حياة، فن التوبة والاستغفار. في واحد في تاريخنا جميل قوي اسمه الإمام سري الدين السقطي. الإمام سري الدين السقطي قاعد في وسط تلاميذه. صعب إنك تبقى قاعد في وسط تلاميذك وتنقد ذاتك، يعني طبيعتنا وثقافتنا ما تقبلش كده، تحب ان انت يعني تشكر في ذاتك لكن تنقد ذاتك صعبة. فقعد في وسط تلاميذه فمقيل لهم ايه؟ كلمة قلتها من 30 سنة استغفر عليها لغاية النهاردة. 30 سنة بتستغفر على كلمة يا إمام؟ قالوا له ايه الكلمة دي؟ قال لهم قلت مرة الحمد لله بستغفر عليها 30 سنة. قلت الحمد لله بتستغفر عليها يعني ايه؟ قالوا له ايه اللي حصل؟ قال لهم من 30 سنة كنت في مسجد بغداد، وأنا في المسجد حصلت حريقة ناحية المساكن اللي احنا عايشين فيها، فبدأت الناس تنادي بأعلى صوتها حريق حريق، فطلعنا كلنا من المسجد بنجري على بيوتنا، وأنا واحد من الناس اللي بيجروا على بيتهم. في وسط ما أنا بجري في وسط الناس لقيت واحد جاي من ناحية الحريقة بيقول لي لا تخف يا إمام بيتك ما أصابوش شيء. فسبت الناس تجري وتروح لبيوتها وقلت الحمد لله ورجعت بيتي ورجعت المسجد. من ساعتها وانا بقول استغفر الله بقالي 30 سنة ان انا قلت الحمد لله على نفسي وسبت الناس لوحدهم. دي نفس حساسة قوي، دي نفس مؤمنة قوي، دي نفس قدرة انها تطور نفسها. عشان كده بعد ما مات بمئات السنين بنقول اسمه النهاردة سنة 2015 و2016 ليه بنقول اسمه؟ لأنه كان قدر يطور ذاته، لأنه كان بيراجع ذاته كتير، بيعمل عملية استغفار 30 سنة بيستغفر أنه قال مرة الحمد لله في مكان ما كانش المفروض يقول فيه الحمد لله، أو كان يقول بس يروح مع الناس. التوبة والاستغفار، القرآن بيعلمنا أن نقد الذات فكرة أساسية. ده الأكتر من كده، النبي والصحابة بعد غزوة أحد ينزل القرآن في نقد لتصرفات الصحابة في غزوة أحد. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا إزاي يحصل فينا ده؟ قل هو من عندي أنفسكم، أنتوا اللي عملتوا كده، لازم تنقلوا نفسكم. وبعدين يقول لهم في الآيات منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إيه ده؟ إحنا بنخاف ننقد الذات؟ بنحفل حد يقرب مننا ويتكلم علينا؟ ده القرآن نقد الصحابة ونقد بناء. أنتوا إزاي تعملوا كده؟ أنتوا أخطأتوا في 1-2-3، ما كانش المفروض تعملوا 1-2-3. إزاي ما نتعلمش من القرآن؟ أنا بقترح على كل اللي بيسمعوني النهاردة وإحنا في الحلقة دي وإحنا في العشر الأواخر، إيه رأيك الليلة دي تطبق فكرة التوبة على حياتك كلها؟ أنت إيه بتشتغل إيه؟ أنت رئيس شركة؟ أنت مدرس؟ أنت مدير مدرسة؟ أنت لعيب كرة؟ أنت ممكن تعمل عملية جرد للتوبة في حياتك؟ ممكن تعيد فكرة أستغفر الله أستغفر الله وتبدأ تستخدمها بهدف مراجعة حياتك، فين أماكن الخطأ؟ وتمسك حتة وتقول طيب أنا قلت أستغفر الله عشان أطلع مكان الخطأ، أتوب إليه بقى، هتوب من هذا الخطأ. خلوها ليلة التوبة. ربنا بيقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ليه فأولئك هم الظالمون؟ لأنك عمال تأخر 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 مش هتعرف تحل في الآخر، لأن الأخطاء هتتراكم في الشركة بتاعتك أو هتتراكم على نفسك مش هتعرف تحل. ربنا بيقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب بدري قبل ما الأخطاء تتراكم. خليها ليلة التوبة، خلونا يا جماعة نعملها ليلة التوبة ونتوب إلى الله. اللي ظالم مراته، اللي بيفرق بين ولاده، اللي واكل ميراث أخته، اللي أخطأ في حق أبوه وعق أبوه، اللي ظلم موظف في شركته، اللي أهدر موارد الشركة، اللي ضيع وقت الموظفين، اللي تسبب في البطالة ناس، اللي حبس فلوسه إنه هو ينشئ مصنع وكان قادر ينشئ مصنع يأكل فيه الناس. توبة، توبة بمعناها الشامل تجدد حياتنا.